السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ريان شديد، جاب لكم مقطع جديد. الله عليك يا حبيبي يا اخي، انا احب اللي يفهم كيف تقول الانترو. لا تنسى اللايك والاشتراك يا حبيبي، الله يعطيكم العافية، شكرا لكم كلكم. واليوم راح نتكلم عن موضوع مهم يا شباب. طيب اليوم يعني خلينا اول شيء، قبل كل شيء انا كل عام وانا بخير. خلوني اقول لكم ايش سويت بيوم ميلادي. طبعا اول شيء لازم اخطط ايش راح اسوي بيوم ميلادي، ايش راح اخطط كيف اسوي مقطع يوتيوب يفجر الدنيا. بعدها بخطط وكتبت وسويت كل شيء عشان ابدا اصور مقطع يوتيوب. بعدين اول ما بدأت مقطع يوتيوب ونزل المطر، رحت النادي لعبت حديد ورجعت البيت ونمت وما كان في مقطع يوتيوب. هذه هديتي لكم وانت شديتكم لي، لايك واشتراك. كان يوم ميلادي قبل يومين واليوم عيد ميلاد امك. كل عام يوم ميلاد امك واليوم يوم ميلاد امك، فكل يوم وكل عام وامك وامها بخير يا شباب. الله يسعدكم وامي بخير. ما هي ما تنزل كومنتات تجي تكتب لي وكل عام وامك بخير يا شباب، ما نبغى الكومنتات زي كذا. اوكي هاي لازم اكتب له كومنت كل عام وامك بخير. اوكي طيب، اول شيء شكرا لكم. يعني انا ابغى اسوي هذا المقطع من زمان تمام، بس ما كان في الوقت انه انزل هذا المقطع، فاعذروني يا شباب. خلينا اول شيء ايش الانجازات اللي سويناها شباب. صح الحين صار في اعلانات عن المقاطع، فاسمعوا تابع الاعلان للنهايه اوكي، وتابع المقطع للنهايه، لانه اذا تابعت المقطع انت اذا تابعت للنهايه كذا بزيد مشاهدين، واذا تابعت الاعلان للنهايه كذا باخذ فلوس، والفلوس اللي راح ناخذها راح نرجع نحطها عند اليوتيوب ونسوي فيها مقاطع تعجبكم باذن الله. فشباب تابع المقطع للاخير وسوي شير جروب العائله، جروب رمضان، جروب كل عام وانت بخير، كله امشي تابع المقطع الاخير وتابع الاعلانات. اول انجاز يعني سويناه بس انا ما تكلمت عنه، الحمد لله خشينا 10,000 مشترك. لا شباب خشينا 12,647 مشترك. شكرا لكل شخص، شكرا ل 12,647 واحد. يعني والله يا عيال لو الله ثم انتم، يعني شكرا مره، شكرا. حاب اقول له وسام قطب الله يعطيك الف عافيه، يعني مره شكرا لو الله ثم انت ما كان طلع لفوق واستمرينا. فالحمد لله يعني بعشر ايام زدنا 10,000 مشترك الحمد لله باذن الله. رمضان يعني رمضان يوم الخميس، فاذا قاعد تشوف المقطع انت رمضان كريم، اذا قاعد تشوفه بالعيد كل عام وانت بخير. وصلي على النبي يا شباب اوكي، لازم تصلي على النبي. طيب شكرا لكم، شكرا لكل اللي كل عام وانت بخير، الله يسعدكم. فيعني قاعدين نكبر معاكم يا شباب والله يعني الحمد لله. طيب بمناسبه عيد الام، كل عام وامكم بخير، والله يرحم كل ام توفت، والله يسعدكم كلكم، لا تخلوا شيء يزعلكم، واستمروا مهما حصل، توكل على ربك كل شيء راح تسويه باذن الله. يا شباب والله انا حاب اشكركم، والله انا يعني 6,000 لايك، 12,000 والله انا يعني. بمناسبه انه كل عام وامك بخير، الحين مين تتوقعوا اليوتيوبر اللي راح يكون في السلسله الاخيره؟ يعني زي ما تعرفوا باقي 3 يوتيوبر، مين تتوقع راح يكون اليوتيوبر؟ ولا مين تبغوهم؟ اسمع المقطع جاهز تمام، المقطع جاهز اوكي، وانا صورت معاهم وكل شيء جاهز. هم 3 انتم مره تحبونهم، فما راح تتوقع انه هم تمام. وابو فله قال لي عنهم ان شاء الله كل شيء تمام. اكتبوا لي بالكومنتات مين تتوقع يكونوا. مستر بيست الحين يا عيال راح نسوي ردة فعل على مقاطع رمضانية، ما دام رمضان جاي الوضع السمباتيك. هنا لازم نلبس النظارة عشان لازم نركز المقطع. الزبد اه كندي زال على كل شيء اسويه يقولوا لي فاطر. لا اوكي مسوي عمرك مفتي، اي كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء تسويه انت فاطر، انت فاطر. مثلا 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 شوف يعني بالغلط فتحت التلفزيون طلع لي كان مال طبخ ما طبخ، يطلع لك انت فاطر. ليش ايش هذا كندي؟ ايش كندي ايش هذا مقطع؟ انت شو قاعد تسوي عندك؟ انا فاطر. يعني اتوقع مو فاطر والله ما ادري على حسب.
ياكل تويكس. شوف ايش هذه المقاطع. يبغى يفطر بدون ما احد يعرف. اتوقع هذا اللي يصير. انا الشيطان. اكل ولا اصبر. بسرعه بسرعه ما حد شايفك. بسرعه بسرعه ما حد شايفك. يلا بسرعه. الاذان مطول. افطر افطر الاذان مطول. بسرعه ما حد شايفك. بسرعه افطر افطر بسرعه بسرعه افطر بسرعه بسرعه. ييي وانت صدقت يا مخفى. يا عيال يا عيال مره صارت لي هذه زمان. تمام اخي والله ما ادري زمان تقريبا 10 سنين كذا قديم مره. كنت قاعد انه خلاص يلا شباب رمضان رمضان حي رمضان حيأذن ويلا فاحط الاكل والسفره والحركات. فقلنا ايش بسم الله انه خلاص نحط الاكل. هذا اتوقع تصير لكل احد. اول ما تحط الاكل تاكل وتاكل وتشبع تخلص الصحن الاول ونص الفيمتو والحركات هذه. بعدين ايش يجيك واحد يقول لك والله لسه ما اذن. يا حبيبي طيب ليه حطيت الاكل؟ لا تقول لي لا تقول لي اسمع. اذا شفني قاعد اشرب مويه وانا ما ادري لا تقول لي خليني اكملها. ما حد داري. انا ربي قال لي اشرب هذه المويه انت ما تدري يعني. الله الحمد لله شربت مويه بس انا ماني داري اني نسيت اني صايم. فشربت المويه. لا تيجي تقول لا تيجي تذكر اذا جاء تشوف واحد ياكل ولا زي كذا تقول له ايه انت صايم. خليه يبلعها ويتوضا ويفرش اسنانه ويتمضمض بعدين قول له ايه ترى كنت صايم. يقول لك اوه صايم يعني. فهمت يعني شباب من الحين يعني اذا شفت واحد قاعد ياكل لا سمحت خلوه ياكل ويستانس. شباب لازم تصوم رمضان شهر العباده. وهذا المقاطع ان شاء الله في شهر رمضان راح احاول انزل مقاطع. يمكن انزل مقاطع قصص. كلكم قلت تبغون انزل مقاطع قصص انزل اكتب لي في الكومنت اي ولا لا. مقاطع القصص هذه بس تكون برمضان. لان ليش ابغى انزل مقاطع قصص؟ عشان انا اقدر انه شهر رمضان مره بالسنه اقدر استغل شهر رمضان للعباده والصلاه قراءة القرآن. لازم نسويها برمضان. تمام يوتيوب عادي يستنى. أهم شيء رمضان عبادة ربي. يعني لولا الله ما كنت حقدر أصير يوتيوبر ولا راح أتوفق ولا شيء. فرمضان أهم شيء. فشباب حاولوا دائما ترجعوا صلاتكم وتصلوا على النبي وتقرأوا القرآن كثير. ورمضان شهر العبادة وشهر الخير. ورمضان يا حبيب. طيب بس يعطيكم ألف عافية على كل شيء. شكرا لكم على كل حاجة. هذا المقطع كان كذا بس عشان نشكركم ولا نقطع. وان شاء الله راح يكون المقطع الجاي مع اخر ثلاث مشاهير. مين يتوقع راح يكون المشهور الجاي؟ الحين نقدر نقول خلصنا المقطع. لا تنسى لايك والاشتراك ولا تنسى تتابع المقطع هذا او المقطع هذا وتشترك بالقناة هنا. فلا تنسى اللايك والاشتراك وتابع المقاطع هذه يا حبيبي. ولا تنسى التابع للاخير وتتابع الاعلانات. السلام عليكم. اسمع دقيقة ابغى اقفل الكام طريقتي الخاصة. مو كلهم كذا طق طق طق. انا ايش بسوي؟ هاي اسوي كذا بالشعر. اسوي كذا. فسلام عليكم.